يقتل 8 مسلحين جراء ضربات أمريكية استهدفت مواقع شرق سوريا. ستة قتلى في ضربات روسية شرق أوكرانيا وجنوبها. سيدات والسادة، تفاصيل نشرة الثانية ظهرا تأتيكم من الفضائية المصرية. لكم التحية. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله أن يعيدها على الأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، مؤكدا حرص مصر على الاستمرار في تعزيز علاقة التعاون مع أذربيجان من أجل مصلحة الشعبين الصديقين. من جانب أعرب رئيس أذربيجان عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، وأشار إلى تطلع أذربيجان المتبادل لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين، متمنيا موفور التقدم والرخاء لمصر وحكومة وشعبا. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 8 مسلحين جراء ضربات أمريكية استهدفت مواقع في شرق سوريا. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن الجيش الأمريكي نفذ عدة ضربات جوية مساء أمس في سوريا استهدفت جماعات مسلحة تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل أمريكي وإصابة 5 جنود أمريكيين آخرين. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طول كرم بشمال غرب الضفة الغربية، أذ وقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة جنوب شرق طول كرم وأغلقت مداخلها الرئيسة ومنعت السيارات والسكان من المرور، كما حصرت منزلا كان يتحصن فيه الشاب الشهيد، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري ل90 شهيدا. قال مسؤولون أوكرانيون محليون إن صاروخا روسيا أصاب نقطة محصنة أقيمت لتوفير ملاذ للمدنيين الأوكرانيين، مما أسفر عن مقتل 3 نساء على الأقل، مشيرا إلى أن 4 مدنيين آخرين قتلوا خلال الليل. وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن من بين القتلى شخصان سقطا في قصف روسي مكثف على منطقة سومي بشمال أوكرانيا. في السياق ذاته أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون أن القوات الروسية قصفت خيرسون 74 مرة خلال الساعات 24 الماضية. يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 169,170 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير من العام الماضي. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا سيضر بالقوات الأوكرانية والسكان ويؤثر سلبا على قطاع الزراعة في البلاد. جاء ذلك ردا على خطط أعلنت عنها بريطانيا في وقت سابق تتعلق بإرسال قذائف تحتوي على اليورانيوم مستنفد إلى أوكرانيا. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، قال إن الأسلحة الواردة إلى كييف والمتخصصين الأجانب الذين يصلون معها هي أهداف مشروعة للجيش الروسي على حد تعبيره. وقال ميدفيديف وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية أن الإمدادات الغربية من معدات وأسلحة دمار لأوكرانيا تعد مشاركة مباشرة في الصراع، إنه إذا ذهب المتخصصون العسكريون لأوكرانيا مع هذه الأسلحة فهذا دليل مباشر على تورطهم في النزاع على حد قوله.
يأتي ذلك بينما صدق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة لشراء 1,000,000 قذيفة مدفعية بشكل مشترك لأوكرانيا خلال العام المقبل. جاء ذلك خلال قمة الاتحاد التي انطلقت أمس في بروكسل بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي ستبحث على مدار يومين ملفات الأمن الغذائي العالمي ودعم التكتل لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. وفي كلمة له أمام القمة عبر الفيديو كونفرنس، حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي من أن التأخر في تزويد بلاده بطائرات حربية وصواريخ بعيدة المدى قد يطيل أمد الحرب. وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية وصول نحو 23,200 لاجئ من أوكرانيا للحدود البولندية خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الأوكرانيين الفارين لبولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 10,600,000 شخص. هذا وقد أضافت الوكالة أن نحو 20,800 شخص قد غادروا بولندا أمس عائدين لأوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى وصول عدد العائدين إلى أكثر من 8,700,000 شخص. أعلنت فرنسا اليوم إرجاء زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث لفرنسا بعد أن دعت نقابات العمال إلى يوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد خلال فترة زيارته. وكان من المقرر أن يقوم الملك تشارلز الأحد القادم بأول زيارة له بصفته ملكا إلى فرنسا في رحلة تستغرق 3 أيام. كانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر احتجاجا على تمرير البرلمان تعديلات قانون التقاعد الأسبوع الماضي دون تصويت. وأعلن الاتحاد العام للعمل أن نحو 3.5 مليون متظاهر شاركوا في المسيرات التي انطلقت في جميع أنحاء فرنسا لليوم 9 من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد. بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن نزول أكثر من 1,000,000 شخص في الشوارع في جميع أنحاء البلاد. أعلنت بيونغ يانغ أنها اختبرت هذا الأسبوع غواصة جديدة قادرة على شن هجوم نووي ردا على المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية. هذا وقد أكدت كوريا الشمالية أن جيشها قد نشر واختبر خلال تدريبات استمرت من يوم الثلاثاء الماضي حتى الخميس منظومة أسلحة جديدة مهمتها التسبب بتسونامي إشعاعي واسع النطاق عبر انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية. وقد أشارت بيونغ يانغ إلى أن هذه الغواصة يمكن نشرها على أي ساحل أو ميناء وسحبها بواسطة سفينة سطحية. يتسم شهر رمضان في مصر بالعادات الجميلة والتي ترسخ لتقاليد تتوارثها الأجيال احتفاء بالشهر الفضيل. مدفع رمضان أحد هذه المظاهر التي ارتبط بأذان المغرب وانتقل من مصر لعدد من الدول العربية. دائما ما كانت ضربات هذا المدفع مصدر بهجة للمصريين، كونها كانت إذانا بانتهاء صيام نهارهم وإشارة على حلول موعد إفطارهم. ولسنوات طويلة اعتاد أهل مصر عليها، يتجدد انتظارهم لها مع قرب انقضاء نهار كل يوم من أيام شهر رمضان الفضيل. بداية مدفع رمضان تختلف حولها الروايات، تجمع كلها على أن القاهرة هي المدينة الأولى التي انطلق فيها مدفع رمضان، وأن البداية جاءت بالصدفة. أولى الروايات تؤكد عودة تاريخ مدفع رمضان إلى عام 865 هجرية، عندما أراد السلطان المملوكي خوشقدم أن يجرب مدفعا جديدا عند غروب الشمس في شهر رمضان، فظن أهل القاهرة أن السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه الصائمين لموعد الإفطار،
فتوجهوا إلى مقر الحكم لشكر السلطان الذي قرر استمرار إطلاق المدفع بالإضافة إلى مدفع السحور والإمساك. رواية أخرى تشير إلى أن بعض الجنود في عهد الخديوي إسماعيل كانوا يقومون بتنظيف أحد المدافع، فدوت قذيفة في سماء القاهرة وقت أذان المغرب في أحد أيام رمضان، فظن المصريون أنه تقليد حكومي جديد للإعلان عن موعد الإفطار، فأصدر فرمان باستخدام المدفع عند الإفطار والإمساك وفي الأعياد الرسمية. آخر الروايات ترجع بداية مدفع رمضان لعهد حكم محمد علي باشا الذي أراد تجربة أحد المدافع الجديدة، تزامن ذلك مع مغرب أول أيام رمضان، فظن المصريون أنه تنبيه بموعد الإفطار، ما دفع محمد علي باشا على الاستمرار في هذا التقليد طوال شهر رمضان الكريم. وأيا كانت الرواية الصحيحة لبداية ظهور مدفع رمضان، فالفكرة انتشرت من مصر إلى الشام ثم بغداد، ومنها إلى دول الخليج واليمن والسودان ودول غرب إفريقيا وشرق آسيا. استمر مدفع رمضان في أداء وظيفته لعقود طويلة، الوظيفة تضاءلت أهميتها مع مرور السنين وظهور التلفزيون والإنترنت. لم يعد المسلمون ينتظرون إطلاق قذيفة مدفع لبداية الإفطار، الدور يقوم به القنوات التلفزيونية وإذاعات الراديو، ليتحول المدفع وصوته إلى مجرد تقليد رمضاني ونسمة من نسماته. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. إلى أخبار المال والأعمال في هذه النشرة، حيث شهدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رينا المشاط محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي توقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر في مجالات العمل المناخي وتمويل الشركات المتوسطة وتحلية مياه البحر. كما بحثت المشاط زيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص لتحفيز دوره في دعم جهود النمو الشامل والمستدام في مختلف القطاعات الحيوية. جاء ذلك ضمن زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية سيرجيو بيمنتا لمنطقة إفريقيا لمصر. دعت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج المستثمرين الأرمن المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية ومن ذوي الأصول المصرية لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة. وخلال لقاء نخبة من أبناء الجالية الأرمينية في كاليفورنيا من المستثمرين من ذوي الأصول المصرية في إطار زيارتها للولايات المتحدة وفي إطار المبادرة الرئاسية إحياء الجذور، أكدت وزيرة الهجرة أن العلاقات المصرية الأرمينية قوية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، حيث إن الأرمن كانوا وما زالوا جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري. استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 أسابيع اليوم، وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 97% لمستوى 1200.48 ليبقى أعلى قليلا من أدنى مستوى في 7 أسابيع. وحقق المؤشر مكاسب طفيفة أمس هي الأولى له في 6 أيام تداول، وارتفع الين 0.5% لمستوى 130.16 مقابل الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في 6 أسابيع. تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلة خسائر اليوم السابق بفعل مخاوف من تخمة محتملة في المعروض، بعدما قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم قالت إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي قد تستغرق أعواما. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6% إلى مستوى 75.43 دولارا للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا إلى أو 0.7% إلى مستوى 69 دولارا و44 سنتا للبرميل. أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، إذ أدى ارتفاع الين إلى إثارة مخاوف بشأن تراجع أرباح الشركات المحلية، بينما استمر قلق المستثمرين من أزمة مصرفية أوسع. وانخفض مؤشر نيكي 0.3% ليغلق عند مستوى 27385 نقطة متراجعا 0.9% خلال الأسبوع. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 10% إلى مستوى 1955.32 نقطة ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%.
ختام الثانية، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. مقتل 8 مسلحين جراء ضربات أمريكية استهدفت مواقع شرق سوريا. 6 قتلى في ضربات روسية شرق أوكرانيا وجنوبها. المزيد عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.إيجي. إلى اللقاء. في أمان الله.